أحبابي الله عز وجل قد سمى هذا القرآن روح. الله جل في علا يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الإنسان بدون قرآن بدون روح، والله يا إخواني إنه جسد بدون روح. الله عز وجل يقول: أومن كان ميتا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. تدري أن هذا القرآن أخبر الله عنه أنه يهدي للتي هي أقوم. الله عز وجل يقول في سورة الإسراء: إن هذا القرآن الله أكبر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله عز وجل يقول: ألف لام را ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله يجعلنا من المتقين.